مساء الخير واهلا وسهلا بيكم، منورني دايما اسره قناه عالم منوعات. اتمنى يا رب تكونوا بالف صحه وخير ورمضان كريم على الجميع. يا ريت ما تنسوناش في اللايكات عشان نكون دايما على تواصل لحبايب قلبي ويوصلكم كل جديد ان شاء الله على القناه. تعالوا بقى نشوف احداث مسلسل كل ما نفترق الحلقه 11 للنجمه ايتن عامر ورهام حجاج. طبعا في الحلقه دي حبايبي هتتخلص ايتن عامر، هتحاول ان هي تتخلص من رهام حجاج في المستشفى. تعالوا نعرف بقى ايه اللي حصل. بدأت الحلقة 11 من مسلسل وكل ما نفترق للنجمة رهام حجاج، والتي جاءت بعنوان شجرة الليمون، بذهاب رهام حجاج إلى موقف الميكروباص لقرية طماطة للسؤال عن رفاعي، وذلك بعد أن دلها على مكانه عمدة القرية، فتكتشف أنه حامد اللي هو محمد شيبة أحد خيالة الجبل مع أختها زينب. ويحكي لها حامد اللي هو محمد شيبة قصة نزوله من الجبل بعد دخول زينب اللي هي الشخصية التانية التي تجسدها رهام حجاج مستشفى الأمراض النفسية. وخلال حوارهما يقول حامد أن زينب ليست مجنونة، بل هي يعني اللي ادعت هذا الأمر، بس هي أصلا مش مجنونة. تنتقل الكاميرا إلى مستشفى الأمراض النفسية حيث تتواجد زينب اللي هي رهام حجاج، ويدخل عليها عدد من الممرضات يحاولن خنقها، وذلك بتخطيط من ايتن عامر ومحمد جمعة، وفي النهاية ينجحن في طعنها. يعود المخرج بالزمن فلاش باك حيث كانت زينب ومأمونة طفلتان في البلدة، وكانت زينب الطفلة الأجرأ تعيشان في بيت من الطوب اللبن مع رجل وامرأة يظن المشاهد في البداية انهما ولدهما، لكن تكشف الأحداث من خلال مشادة بين الرجل والمرأة بعد أن رفضت الأخيرة عمل الطفلتان بناء على طلب من الرجل أنه يعايرها لبنتين، وأنه أواهما بعد جرم أمهما وانتقام الأب بقتلها. مسلسل وكل ما نفترق يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 9 مساء، وهو طبعا من بطولة النجمة رهام حجاج وأحمد فهمي وأيتن عامر ورانيا يوسف وسلوى خطاب وغيرهم كتير من نجوم الفن، وقصة محمد أمين راضي وسيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجنايبي. طبعا حبايبي ده اللي هيحصل في الحلقة 11 من مسلسل وكل ما نفترق للنجمة رهام حجاج. طبعا ايتن عامر هتلعب دور يعني شرس شوية في الحلقة ديت، ان هي هتحاول ان هي تقتل رهام حجاج، وطبعا رهام حجاج هتكون عاملة نفسها ان هي مريضة يعني نفسيا، وان هي دخلت مستشفى امراض نفسية. وطبعا المخرج بقى في الحلقة ديت هيعود بقى للزمن تاني من ورا ايام ما كانت زينب ومأمونة طفلتين يعني، وطبعا عايشين في بيت من الطوب مع رجل وامرأة، يعني هيجيب قصة حياتهم من الاول خالص. طبعا ديت كانت احداث الحلقة 11 من مسلسل وكل ما نفترق، ودي كانت نهاية الحلقة معانا النهاردة. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.